احنا دلوقتي بقى هنجاوب على السوشيال ميديا على الاسئله اللي جت. احنا عندنا في بوست اتحط على انستجرام في ان سي فود، وفي على فيسبوك على الصفحه بتاعه الفيسبوك بالظبط كده. ده انا هجاوب بقى على الاسئله اللي جت. للي حابب يحط برضو سؤال دلوقتي الحق ان شاء الله. تمام، طيب نروح بقى لاول سؤال. انا واثقه في اسئله كده بتبقى يعني لازم يعني دايما بتيجي. اول سؤال هو من آلاء ربيع، بتقول لو عايزه احافظ على وزني بعد ما خسيت، عايزه افضل ثابته يعني على وزني الحالي. مبدئيا يا علياء مفيش حاجه اسمها زي الكمبيوتر ستوب، مفيش كده يعني، مفيش تبرمجي جسمك على انك واقفه على ميزان ما تتخنيش عنه او ما تخسيش عنه، مفيش كده. هو حسب انت بتاكلي ايه وبتشربي ايه، هو ده في اليوم. فانت مثلا عملتي نظام معين، تمام، اتمنى طبعا ال7 خطوات. لو انت عامله 7 خطوات تمام، هو نظام حياه، بتبقي عارفه انا ممكن بقى دلوقتي خلاص بما اني وصلت الوزن ده مش عايزه اخس عن كده، اقدر ازود بقى النشويات شويه، اكل بقى حاجات صحيه. طبعا عندي اساسي الصحي مش الحاجات اللي مش صحيه، اقدر ازود شويه في الاكل، ممكن اكل بعد المغرب اكتر شويه. اول ما الاحظ ان انا زدت في الوزن اروح مقلله بقى تاني، او اعمل رجيم الـ3 ايام السحري. انا كده يعني ادي شويه زياده وارجع تاني الم لو ايه لقيت الدنيا زادت. ولكن ان انا اخلي الجسم يقف عند 50 وزن 50 بالظبط او وزن 70 او اي وزن معين، مفيش كده، مفيش. الجسم طول الوقت في حاله طلوع نزول طلوع نزول طلوع نزول حسب اللي بتاكله. وحتة ان مثلا في نظام اللي هو نظام تثبيت، نظام التثبيت ده يعني ازاي، يعني ازاي هتعمله بين هتحطه يعني الوزن بين فوق خلاص كده وقفنا؟ لا يعني مفيش كده في الحياة. هو الجسم زي ما بقول في حالة طلوع نزول حسب اللي بندخله. طيب هو ممكن بس ازود بس شرح نقطة صغيرة لموضوع تثبيت الوزن. هو بيبقى مقصود بيه اكتر ان احنا بنعود جسمنا على الوزن ده، يعني ما يحصلش فيه يويو افكت والواحد يرجع تاني يزيد بسرعة. بس ففكرة تعويد الجسم على الوزن دوت هو ده، ان احنا بنفضل ستيل على النظام اللي احنا ماشيين عليه زي ما احنا، بس نزود شوية اكل شوية صغيرين جدا، بس ما نزودش قوي، ما نرجعش لاكلنا الاولاني. هو ده. ولو مشينا على 7 خطوات هتلاقوا خلاص ده نظام حياة انتوا مبسوطين بيه، مش هتحتاجوا انكم تمشوا لا على ورق او قلم، ولا محتاجين تمشوا على نظام معين ولا اي حاجة. وبعد ما تخلصوا النظام ده تتوهوا بقى وتبقوا مش عارفين تعملوا ايه، ترجعوا تاني اوحش من الاول. بالعكس 7 خطوات بتخليكوا على طول على نظام انتوا فاهمينه خلاص. طيب عندنا رغدة السيد بتقول انا عايزه اعمل رجيم، بس كل ما افكر اعمل رجيم بجوع وباكل اكتر. انا كمان برضع الزياده عندي في الجناب والبطن، معلش لو سمحتي ممكن تمشيني على نظام غذائي. تمام، هو انا بنصح ب7 خطوات تنفع جدا اللي بترضع، والشرايح الخبز مشبعه بتدر اللبن جدا، شرايح الخبز مشبعه بتدر اللبن جدا لانها مليانه عناصر بتساعد على انتاج اللبن وزيادته، اللي هو الشوفان اللوز من الحاجات الممتازه. فنصيحه طبعا 7 خطوات تنزلي في الوزن وفي نفس الوقت تدري اللبن وزياده شرب الميه. عندي ايمو وفا بتقول عايزه ايه اكلات او مشروبات تزود اللبن. نفس القصة لسه مجاوبة على الموضوع ده، زي ما بقول 7 خطوات وشرايح الخبز مشبعة وشرب المية كتير. عندنا بعد كده روزا عازم بتقول عايزة اكلات صحية لمرضى جرثومة المعدة، مش بتزويد الحموضة ولا الحرقان، يا ريت تردي عليا ضروري يا شيف سالم. تمام، مبدئيا جرثومة المعدة محتاجة مضاد حيوي تاخديه علشان تعالجي وتتعاملي كأن عندك قرحة معدة، لأن الجرثومة بتعمل قرحة في المعدة. فطبعا أكلاتك كلها تبقى ما فيهاش حاجات حراقة، ما يبقاش حاجات محمرة، ما يبقاش فيه حاجات حريفة، حاجات مهدئة أكتر زي الخيار زي لبن الرايب زي الحاجات دي لغاية ما تخفي بس، وبعدين ترجعي تاكلي عادي. ال7 خطوات ممتازة برضو، مناسبة جدا، مفيهاش أي حاجة خالص، مفيهاش لا محمر ولا أي حاجة مضرة.
طيب عندنا بعد كده في ناس بتقول احنا لما بنبعت انتي مش بتردي. طيب اجابتي للموضوع ده، جربوا انكم 10 سنين تردوا على 100 سؤال على الاقل، من 100 لـ1000 سؤال لمدة 10 سنين، وبعدين تيجي تسألني السؤال ده انتي مش بتردي ليه، ساعتها هجاوب بس بعد 10 سنين. طيب عندنا ساندريلا بتقول ليه بتستخدمي الزيوت النباتية ومعظمها مهدرجة؟ لا مش صحيح الكلام ده، انا عمري ما بستخدم زيوت مهدرجة ابدا، بالعكس كل الزيوت اللي انا بستخدمها دايما بتكون اجود الانواع ومكتوب عليها انها غير مهدرجة، ولكن في ابحاث كتير بتطلع تقول عكس ما احنا فاهمين. يعني بمعنى ممكن جدا استخدم دلوقتي زيت جوز الهند، تمام شوية ويطلع لا ده زيت جوز الهند ده طلع مش مفيد، ده طلع مضر جدا بالصحة. يا سلام، كل شوية بكلمة زيت عباد الشمس وزيت الذرة، احنا عارفين انه مثلا كان زمان عارفين انه كويس، دلوقتي يقولوا لا مش كويس، وبعدين يرجعوا يقولوا لا كويس، وبعدين يرجعوا يقولوا لا مش كويس، كل شوية في اقاويل رايح جاي رايح جاي رايح جاي. فالواحد بيعمل ايه؟ احسن حاجة باعتدال من كل شيء، من السمنة من الزبدة من الزيوت، ننوع 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 وناخد كميات صغيرة، عشان لو في يوم من الأيام أثبتوا إن أي حاجة لا مضرة فإحنا في الأمان، إحنا ما خدناش من كل حاجة كتير، إحنا خدنا السمنة في حياتنا، لأن جسمنا محتاج الزبدة، محتاج جسمنا محتاج السمنة، جسمنا محتاج كل حاجة، الزيوت النباتية محتاج كل حاجة. فما نحطش عبء معينة، زي ما بقول مثلا في موضوع السكر الدايت، سكر الدايت احنا نقسمه على مدار اليوم انواع مختلفه، ما نعملش عبء على جسمنا من نوع واحد، عشان لو اثبتوا في يوم من الايام الاسبرتام ده طلع خطير خلوكوا في ايه في ستيفيا، نيجي بعد كده نعيش على ستيفيا ومش عارفه ده ستيفيا ده طلع مسرطن درجه اولى ابعدوا عنه، نجري كل شويه بكلمه صدقوني، يعني ستيفيا دي قعدت قد ايه ممتازه ومش عارفه ايه، دلوقتي في شويه اقاويل طلعت تاني، محدش عارف ده ولا ده ولا ده ولا ده، كل شويه كلمه. ف او مثلا البيض ما طلع قبل كده قالوا لا الصفار ده كوليسترول، اوعوا تاكلوا بيض كتير هيجيب لكم كوليسترول، اللي عندهم كوليسترول ما ياكلوش بيض خالص، طلع بالعكس، ده البيض ده قد ايه مفيد للجسم وقد ايه الفيتامين د اللي فيه والكالسيوم والكلام ده كله بيساعد على امتصاص للعظم بطريقه خياليه، قد ايه البيض ده مفيد جدا للجسم، كل حاجه فيه بتخش في كل حاجه في الجسم بتكون كل حاجه، فحاجه ممتازه، احنا كنا هنتحرم من حاجه حلوه جدا واحنا مش فاهمين، عشان كل شويه بيطلعوا بابحاث جديده مختلفه ومعارضه اللي قبليها. فنصيحتي للعمر كله دايما باعتدال من كل شيء، ولكن في حاجات واضحه وبينه ان هي مش صحيه لينا، هو زي ايه؟ زي السكر الابيض تبعدوا عنه، وش سكر الابيض ده على طول يرفع سكر الدم ويوقع المناعة ويتخن ويعمل حاجات كتيرة جدا، فده من الحاجات اللي نخلي بالنا منها ونبعد عنها، ما نفكرش ان احنا ناخده، هو والدقيق، الدقيق الابيض بالذات نبعد عنه ما نفكرش فيه خالص، بعدنا عن دول لقينا الدنيا تمام جدا. طيب نخش بعد كده على السؤال اللي بعده، عندي ما في اسامي مش بعرف اقراها خالص، انا انزل وزني وبعدين برجع بزيد زي ثابت، ده انا جاوبت عليه في اول سؤال. عندنا بعد كده مريم، ازيك يا سالي، انا عمري 16 وزني 60 وطولي 155، المفروض يكون وزني كام؟ انتي كده وزنك في الطبيعي في الوزن الطبيعي، ولكن ممكن تنزلي شوية كمان لو حابة، ممكن تنزلي تبقي 50 مثلا 45 لو حابة، لكن انتي في الوزن الطبيعي، ممكن تكوني ايه سنة شوية يعني مليانة شوية بس مش تخينة. طيب عندنا ايساندريلا بتقول موقفة عيش ورز تماما وزيوت على قد ما بقدر، وزيوت بدل السمنة البلدي ومش بنزل ولا كيلو. مبدئيا الزيوت والسمنة نفس السعرات، يعني كيلو معلقة من ده زي معلقة من ده، نفس السعرات بالظبط،
يعني ال10 جرام بتسعين سعر في دي او في دي، فانتي ان انتي استبدلتي ده بده مش هتفرق خالص، ولكن ان انتي قللتي الرز والعيش المفروض اه طبعا بيساعد على التقليل، بس حسب انتي ممكن يكون كميتك في الاكل كبيرة برضو، لازم تقللي كميات. فيها سر رهيب ان احنا نقلل من كميات اكلنا، فيها سر فظيع في نزول الوزن. تمام، مش معنى انه صحي وخطير ومفيهوش سعرات واكل بقى عيش حياتي واكل قد كده، لا، كميات بتوقف الحرق برضو. عندنا بعد كده برضو اسم مش عارفه اقراه، البرومانكي. ايه الحرق عند بنتي، ليه الحرق عند بنتي عندها 8 سنين ضعيف خالص وايه ممكن يزوده؟ لا، هو مش شرط حرقها ضعيف، هو ممكن انتي مثلا بتاكليها حاجات فيها عيش ابيض كتير، دقيق ابيض، كيك، بسكوت، بتاكلي بتفطريه على بسكوت مثلا، بتشربيه عصير كتير، الحاجات دي بتزود الوزن بس بتنفش، لان في ناس طبيعتها مش ممكن بتزيد من الدقيق الابيض بطريقه هستيريه بصوا، وانا منهم، انا منهم خلاص، انا عارفه ان يعني لو فعلا كلت كل يوم عيش فينو او عيش بلدي او عيش توست او اي حاجه كل يوم، هزيد في اليوم كيلو 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 كيلو، اخر الشهر 30 كيلو، مفيش مشكله، جسمي بينفش بصوا زي السفنجه كده، ومحدش كان بيصدقني لغايه ما اثبتها في مره للناس عشان يصدقوا. تمام، في ناس كده، ما ينفعش تاكلي بنتك الحاجات اللي تنفشها وبعدين ترجعي تقولي حرقها ضعيف، لازم تاكليها اكل صحي وسبع خطوات مناسبه لكل الاعمار، هتلاقي ايه انها ظبطت والدنيا تمام جدا، ويا ريت نشاط رياضي. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا بيكو معانا من الفاصل، احنا هنكمل دلوقتي مع بعض اجابه الاسئله. احنا كنا واقفين عند سؤال بقى، آية بتقول ابني عنده 4 سنين وصغنون خالص، كان عنده سنة أو سنة ونص بالكتير، وجبت له كتير فيتامينات وفاتح شهية، حضرتك تنصحيني بإيه؟ بص يا آية، دلوقتي انتي أهم حاجة عن يعني انك تروحي لدكتور أطفال علشان يتابع، أكيد ليكي دكتور معين بتروحي له وبيتابع البيبي أو الطفل اللي عندك، هو مبقاش بيبي خلاص، علشان هيبقى ادرى نشاطه كويس الدنيا تمام، بس ما انصحش بفواتح شهيه، انا ما انصحش خالص بالموضوع ده، فانا عارفه الاطفال بتغلب جدا في الاكل والكلام ده كله، ولكن بلاش اي فواتح شهيه وتدخل الا لو الطبيب طبيب الطفل قالك كده، يبقى ساعتها تسمعي الكلام بس لازم عن طريق طبيب. طيب عندنا بعد كده ندو بتقول لو سمحت يا دكتورة سالي، أنا ماشية على نظام غذائي وبرضع، وأنا 3 أسابيع عاملة النظام بس مش بنزل نهائي أساسا، الحرق عندي ضعيف وبقالي 3 سنين، أنصحيني أعمل إيه؟ تمام، انتي واضح بقالك كتير وبتحاولي تنزلي. بصي بقى، نصيحة ان انتي تعملي تحاليل هرمونات تشوفي فيه ايه، لان اوقات لما الواحد بيولد ساعة الحمل والولادة بيحصل تغييرات هرمونية في الجسم، ممكن جدا الغدة الدرقية تتأثر، ممكن يبقى نشاطها أقل، ممكن مثلا يحصل تغييرات معينة تخليكي ما بتحرقيش، فاطمني الأول، روحي للطبيب الطبيب واسأليه، قولي له أنا دلوقتي ما بحرقش، أعمل تحاليل غدة وأعمل تحاليل هرمونات، اكتبها لي علشان أروح أعمل التحاليل دي عشان أطمن إن أنا بحرق. في حاجات كتير ممكن بي سي او، ممكن يبقى في كذا حاجه بتسبب عدم الحرق ده بالذات بعد الحمل والولاده، بس بعد كده بنصحك تعملي 7 خطوات عادي ان شاء الله تخسي، لان في ناس على فكره ممكن تعمل ال7 خطوات بس تدخل حاجه غلط متعوده عليها، مثلا بلاقي ناس كتير جدا متعوده مثلا لازم كده جنب الشاي باللبن الصبح بسكوتين اللي لازم اكلهم، بسكوتين، وتجيب لي بسكوت بقى اللي هو بالشوفان، بسكوت الشوفان اللي بيتباع في السوق، يا نهار ابيض، مش عايز اقول لكم بيتخن ازاي، ده اللي بيتباع في السوق المعروف ده اللي لونه احمر ده مش دايت خالص، ما ينفعش، ده بيتخن جدا، انتوا لو قريتوا على الباكوات البلاوي اللي مكتوب عليها تتخضوا بجد، يعني يبقى مكتوب بالبنط العريض لايت شوفان دايت
حاجات كده تشد جدا. الله، ده دايت انا هاكله بقى وبراحتي. اقروا بس على المكونات هتلاقوا بقى شوفان ماشي، وبعدين سكر، جلوكوز، مش عارفة زيت النخيل، مش عارفة ايه، يا نهار ابيض، دي طلعت خالص من الدايت والصحي والكلام ده كله. اقروا على كم السيريالز اللي موجودة مثلا اللي بالشوفان فيها سكر ازاي او فيها مواد تانية. فهي للأسف بتبقى الواحد بيتخم، بيبقى فاكر اه ده دايت، ده صحي، ده انا هشتريه يبقى تمام، ويلاقي جواه مكونات عكس تماما بس مخفية مش باينة. مثلا زبادي دايت بدون سكر، ولكن بدون، قصدي دهون، لايت بدون دهون خلاص، بالفواكه هتلاقوا فيه سكر على طول، يعني هو بدون دهون بس فيه سكر، فكده بوظ الدايت. نشرب بقى الزبادي او الرايب او مش عارفة ايه، وتلاقوا بره الحاجات دي بقى بشكل هستيري، لان كمية اللايت والدايت والحاجات دي بره بقى هستيرية. تلاقوا بقى ايه، اقروا بس تلاقوا كوارث سودا، كوارث. فحاجة ما تنفعش مع الدايت واللايت خالص. فنلاقي ناس كتير قوي يقعدوا يفطروا ياكلوا البسكوتين بتوعهم اللي هم فاكرينهم شوفان مع الشاي باللبن، وجبة ايه دي بتاعت نحافة، يعني النحاف ياكلوه عشان يتخنوا. فمبقوش فاهمين، يفضلوا حارمين نفسهم وياكلوا ده وفاهمين انهم بيخسوا، بس هما مش بيخسوا. اللي انا بقول عليه الوصفات اللي بعملها هنا، بقول دي مثلا لكذا للدايت، دي صحية، دي مش عارفة ايه، نفرق ما بين الصحي والدايت. الصحي ممكن جدا يبقى صحي لينا ومفيد، ولكن برضو سعراته كتيرة. فدايما ركزوا معايا، هتلاقوا على طول الوصفات اللي مناسباكوا دايما دايما بقول معايا. طيب عندي بعد كده، ممكن استبدل العسل الابيض بدبس او العسل الاسود في وصفات الدايت؟ لا، لو وصفات دايت، وده بتسأله كتير جدا، لو احنا عاملين وصفة دايت بسكر دايت، ما ينفعش تحطوا عسل يا جماعة، لو حطيتوا عسل باظت، لان هي كده ما بقتش دايت. العسل بيرفع سكر الدم بتاعنا، بيرفع برضو السعرات، بيرفع حاجات كتير. لما يكون وصفة انا مأكدة انها تبقى وصفة بالسكر الدايت، ما ينفعش تسألوني سؤال ممكن احط مكانها عسل خالص، بتغير من القوام وبتغير من كل حاجة فيها بقى بعد كده، تمام؟ ففي حاجات أنا بس بوضحها، لأن بتسأل فيها كتير جدا. طيب عندي موني بتقول عايزة أسألك عن طريقة زيادة الوزن والتخلص من النحافة. دي بسيطة جدا جدا، عندي طريقتين، وصفتين بوصات قوي، هتعمليهم هتتخني في مفيش للنحاف. ان انتي بعد كل وجبه تشربي كوبايه لبن عليها معلقه عسل ابيض كبيره، تدوبيها في كوبايه لبن كامل الدسم عادي، وتشربيها كانه مشروب بعد اي وجبه، بعد كل وجبه، تمام؟ او لبن الرايب اللي بالفاكهه، لو خدتيه بعد كل وجبه ظرف اسبوعين هتلاقي وشك ده بقى كده وجسمك فتح والدنيا ايه ظبطت، تمام؟ طبعا الوصفتين دول اللي عايزين يخسوا ما يجوش ناحيتهم خالص. تمام. طيب عندي سؤال تاني، عايزة اعمل 7 خطوات، ممكن تساعديني اعملها ازاي؟ لا، دي تخشي بقى على حلقة 7 خطوات على اليوتيوب علشان تبقي عارفة، لان بشرح فيها بالتفصيل. عندي سؤال برضو، لو سمحتي اجيب منين منتجات الشوفان زي العيش والبسكوت والحاجات دي؟ طيب مبدئيا الحاجات اللي موجودة في السوق لا، ما بنصحش بيها بصراحة، ما عدا المنتج بتاعي، شرايح الخبز المشبعة بتاعتي، انا عارفة ما فيهاش قمح، ما فيهاش سكر، ما فيهاش دقيق ابيض، ما فيهاش اي حاجة هتبوظ معانا ال7 خطوات. منتجاتي اه، منتجات تانية مش ضمنها. ف يا ريت تعملوا الوصفات، يعني ايه الوصفات اللي بعملها في الحلقة اعملوها، مش لازم تروحوا تشتروها. في ناس بتعمل مشاريع صغيرة وبتبيع وصفاتي، لو هي وصفاتي فعلا وتأكدتوا انها وصفاتي اشتروا منهم، لكن غير كده ما بنصحش. تمام، نجاوب على اخر سؤال، وهو انا وزني 103 وطول 74 و60 سنة، شايلة المرارة والرحم وبخس ببطء. طيب هنا في الحالة دي طبعا يعني النزول هيبقى بحذر اكتر، او مش هيبقى زي العادي. ليه؟
مبدئيا العمر مع ان احنا شلنا المرارة مش هتسهل بسرعة، ولكن مفيش حاجة مستحيل، لا في نزول، ينفع النزول جدا، لكن زي ما بقول يعني ان احنا اولا المرارة بيتاخد لها حبوب بتساعد على حرق الدهون، لان المرارة مسؤولة عن حرق الدهون في الجسم، هضم الدهون، فهي لو المرارة مش موجودة ففي جزء كده اتشال من الجسم مسؤول عن الدهون، فلازم علاج الجزء ده بحبوب بتتاخد. تاني حاجة طبعا عشان السن هننزل بال7 خطوات عادي، ولكن الموضوع يبقى بطيء شوية، انصح معانا نشاط رياضي عشان نزود الحرق والكتلة العضلية. يا رب، بتمنى ان انا اكون جاوبت على اسئلة كتيرة قوي في الحلقة دي.